ليلة سعيدة، سأل سنجوب والدته: هل هناك وحوش في الفضاء؟ أجابته: ليس هناك شيء كهذا، اذهب لغرفتك، حان وقت النوم. ذهب سنجوب لغرفته وانتظر والدته، لكنها لم تأتي. فجأة حركت الرياح سحبا أمام القمر، كانت كثيفة للغاية. قال: ماذا لو كانت هناك وحوش في الفضاء؟ ماذا لو جاءت من القمر إلى غرفتي؟ فجأة سمع صوت أقدام على السلم ورأى ظلا على الحائط. همس سنجوب مذعورا: هل هذه أنت يا أمي؟ هل أنت وحش الفضاء؟ سمع صوتا ضاحكا: أنا والدتك، جئت أتمنى لك ليلة سعيدة. النهاية.